السلام عليكم شباب، إن شاء الله النهاردة هنكمل المحاضرات. هنتكلم النهاردة عن السلالم الستيرز، والسلالم دي تعتبر بلاطات مايلة، تمام؟ في جزء منها أفقي وجزء منها عرض مايل، زي ما احنا أخدنا الجزء بتاع البلاطات مع الدكتور طارق عبيده. نفس الكلام بالظبط هنعمله، وهنشوف الاختلاف البسيط ما بينهم. بالنسبة لأنواع السلالم المختلفة، في اللي انت هتشوفها عادة في نوع السلاب تايب ستيرز، واللي زي ما قلت بلاطة مايلة ترتكز على كاميرا مثلا في اللي هنا، أو كاميرا هنا، ممكن تكون كاميرا ملفوفة أو أيا كان حسب الشكل بتاعها، تمام؟ فهو بيبقى باسطة مايلة ما بين الدور ودور تاني، أو ركيزة وركيزة تانية. بالنسبة للكانتيليفر تايب ستيرز ديت بتبقى في مثلا سواء حيطة أو كاميرا طالعة، بيطلع منها كانتليفر. الستيرز دي كل واحدة منهم بتبقى طالعة زي كانتليفر من الحيطة، وبتشتغل ككابولي، تمام؟ العزم بتاعها لو حمل مثلا صمد بالسكوير على 2، لو هو حمل مركز زي الترابزين ده مثلا في اخره بيبقى البي اللي هو الحمل المركز مضروب في القلب، تمام؟ وبعد كده بيبقى في فيكسيشن موجودة في الحيطة او ايا كان، وده بيبقى شبه السلالم بتاعت ايام زمان، كان بيسموها سلالم بتنجانة لو حد سمع اللفظ ده. في ان كان بيبقى مثلا سلمة، كل سلمة منفصلة عن السلالم التانية، بتبقى مدفونة جوه الحيطة. كان بيبقى عادة سلالم رخام او جرانيت او ايا كان، بتدفن جوه الحيطة الطوب، وبعد كده يحط السلمة التانية و و و عشان كده في المباني القديمة كنت تلاقي ان عادي جدا تلاقي سلمة او اتنين واقعين في السلم، بس السلم مش كل اللي وقع. لكن في الستيرز عادة، في السلاب تايب ستيرز عادة، بتلاقي السلم كله وقع مرة واحدة أو جزء منه مصدي وبدأ يقع، تمام؟ تالت نوع عادة بنشوفه بالذات في الفيسبوك، هيليكال تايب ستيرز. الهيليكال تايب ستيرز ديت اللي بتبقى السلالم الحلزونية بيسموها، عادة بتبقى مرتكزة على بلاطة فوق أو تحت أو كاميرا فوق أو كاميرا تحت، بيبقى شكل حلزون، بيبقى التسليح بتاعها ماشي بنفس الطريقة ديت، ودي بتبقى أصعب شوية في الحسابات. عشان كده احنا مين اللي هنتكلم عن اول تايب السلاب تايب ستيرز وهنستفيد فيها شويه، تمام؟ بالنسبه خلينا نشغل بوينتر عشان نبين لكم الكلام ده. هنا تو فلايت ستير كيس، في نوعين اساسيين هنتكلم عنهم، تو فلايت ستير كيس او بنسميه سلم القلبتين، وفي الثري فلايت ستير كيس او السلم ثلاث قلبات بالعربي. بالنسبه مثلا لتسي ان انت عندك ده الفيرست فلور، هنا الدور الاولاني، وعايز اطلع السلم عشان اطلع للدور التاني، فبنعمل ايه؟ بنطلع على اول قلبه لغايه منسوب بيبقى ما بين الاول والتاني، بنسميه منسوب نصف الدور، تمام؟ وبعد كده ابدا اطلع تاني لغايه الدور التاني، فبيبقى دي قلبه ودي قلبه، وهنا باسطه في النص تستريح عليها، تمام؟ بالنسبه للسلم الثري فلايت ستيركيس بيبقى عندي، طبعا انتوا اخدتوا الكلام ده في الرسم المعماري، لما بتيجي ترسم رسم انشائي بتبص من تحت لفوق، فبتلاقي ان الدرج كله بيبان منقط عشان انا مش شايفه من تحت، كله دوتد. anyway هنتكلم في الموضوع ده تاني ان شاء الله. لو بطلع من الدور الاولاني وعايز اطلع لغايه الدور التاني، هنا بطلع على السلم وبعد كده اقف على بسطه، البسطه دي تقريبا في ثلث الدور او مثلا ربع الدور، تمام؟ بعد كده اروح رايح قلبه تانيه، وبعد كده اقف استريح شويه، وبعد كده في ثلثين الدور او في ثلاث ارباع الدور تقدر تسمي الاليفيشن كده، وبعد كده اطلع تاني فلايت تانيه او قلبه تانيه لغايه ما اوصل الدور التاني. ده بنسميه ثلاث قلبات، واحد اتنين تلاته، او ثري فلايت ستيركيس. نتكلم عن الكلام ده باستفاضه ان شاء الله. اول حاجه، ايه هي السلالم؟ السلالم زي ما اتفقنا هي عباره عن بلاطه مصمطه، في جزء منها افقي وجزء منها مايل، وعادة بتبقى محمولة هنا على كاميرا هنا وكاميرا هنا عادة، تمام؟ وساعات يعني لو يعني الناس بتعملها شبه الفلات سلاب بتبقى متحملة دايركتلي على العمود، وده لا يفضل عادة، تمام؟ بالنسبة للبلاطات الأفقية اللي هي بتبقى في أو في منسوب الدور هنا وهنا، أو في منسوب نصف الدور يعني اللي هي ما بين الأول والتاني هنا، بنسمي الـ الحاجات اللي هي في منسوب الدور او الدور التاني الدور التالت اللي هي بتبقى منسوب الشقة بتاعتك، بنسميها اللاندنج، البسطة او بسطة منسوب الدور اللاندنج، تمام؟ اما لما بتبقى في منسوب نص الدور الحتة اللي انت بتستريح عليها عادة بنسميها صدفة،
هي لاندنج برضه بالانجلش بس بنسميها صدفة، تمام. وقد يكون لو هو 3 قلبات يبقى في عندك صدفتين والباصات، تمام. اما الجزء المايل ده بنسميه قلبة السلم او الفلايت، الجزء ده او الجزء ده. هنا مثلا السلم ده سلم قلبتين، ليه؟ بطلع هنا واقف على الصدفة، تمام، اللاندنج، وبعد كده اطلع تاني واوصل للباصة اللي موجودة في الدور التاني، تمام. طيب السلم دي ابعاده بتبقى ايه؟ انتوا اخدتوا الكلام ده في الرسم المدني ولا مدني اعتقد، تمام. ان احنا بنسمي دي جوينج وبنسمي دي رايز، او بنسمي دي نايمه وقايمه، نايمه من افقيه وقايمه من راسيه، تمام. عاده بناخد الجوينج دي في حدود 30 سنتي والقايم في حدود 30 ل 15 سنتي، ده الدارج. لكن عاده هي معماريا ما بين الجوينج ما بين 14 سنتي و 18 سنتي، ناخد المتوسط تقريبا 15 سنتي عشان يبقى مريح في الطلعه. الجوينج النايمه ديت بتبقى في حدود من 26 سنتي الى 30 سنتي، وبناخد تقريبا 30 سنتي. كلما كانت ديت افقيه مسافه اكبر شويه لغايه 30 سنتي كلما كان اريح، كلما كان الاليفيشن اصغر كلما كان اريح. ليه؟ لان الزاويه ديت بتبقى اقل، فوانت طالع اخر السلم مستريح ما بتطلعش اليفيشن عالي. طب الميل ده عاده بيبقى كام؟ عاده بناخده 2 ل 1، اللي هو 30 سنتي ل 1 ل 15 سنتي يبقى 2 ل 1، تمام. ده في حدود الزاويه دي لما تبقى 2 ل 1 بيبقى في حدود 26 درجه 0.56، ده اللي هو التان انفرس بتاع الايه، بتاع الزاويه 2 ل 1، تمام. طب ناخد كام درجه؟ كلما عدد الدرجات او عدد السلمات بقى اكتر، تمام، كلما بقى اجهاد كبير على الانسان اللي بيطلع السلم ده. فكل قلبه وهو بيستريح بعد كل قلبه، صح، فكل قلبه بيفضل ان هي ما تكونش اكتر من 14 رايز 14 قلب قايمه، تمام. وبالتالي هو يطلع بالكتير 14 قايمه وبعدين يستريح عند الصدف، وبعد كده يطلع 14 قايمه تانيين، فبنتكلم في حدود 28 قايمه. ده الماكسيموم، يعني لو 28 قلب في 0.15 يعني بنتكلم ده الكلام ده 28 قايمه يوصلك، لو قلبتين يوصلك لارتفاع 4 متر 20، اكتر من كده انت محتاج تستعمل قلبه ثالثه وهكذا، تمام. يفضل جدا ان عرض السلم، يعني ايه عرض السلم؟ يعني في الاتجاه العمودي على الكروس سكشن اللي انت شايفه ده، خليني ارسمه لك. مش عارف ليه مش ظاهر. لما يكون الجزء بتاع السلم كده، تمام، الجزء ده العرض ده ما يكونش اقل من 1.20 متر. لكن تخيل كده ان واحد طالع ببطيخه مثلا يمين وشمال وماسك اكياس، وواحد تاني نازل من الناحيه التانيه، لازم يكون العرض ده يسمح بالطلوع والنزول في نفس الوقت. للاسف في فنون جميله كنت بشرح فيها خرسانه، تلاقي ان في فنون جميله اللي هي الحاجه المعماريه الاساسيه، تلاقي العمود داخل في قلب السلم، عرض السلم فجاه من 1.20 متر انخفض الى 90 سنتي مثلا او حاجه زي او 80 سنتي، فتضطر كل الطلبة اللي طالعين يطلعوا لوحدهم، وبعد كده يبدأ النازلين يستنوا، وبعدين النازلين ينزلوا والطالعين يستنوا. طبعا ايه، مشكلة معمارية وانشائية، لان ما عملوش مع بعض حاجة اسمها كوردنيشن. المعماري ما شافش اللوحة الانشائية قبل ما تنفذ، والانشائي ما بصش كويس على المعماري لانه كده بوظ له السلم بتاعه، تمام. طيب عادة بيبقى الاتجاه بتاع الصعود عادة بيبقى انتي كلوكوايز او في اتجاه عكس عقارب الساعة. ليه؟ في تفسيرات كتيرة للموضوع ده. في ناس كتير بتقول لك عشان الدورة الدموية بتمشي عكس عقارب الساعة واحنا لازم نمشي مع الدورة الدموية. انا مش مقتنع بالكلام ده، لان اصلا الدورة الدموية لو بصيت فيها الموضوع مش السيستم ده، لو ليك في الطب شوية والاحياء شوية. تاني حاجة يقول لك لان مثلا المسلمين بيلفوا حوالين الكعبة انتي كلوكوايز، فده الاريح للبني ادم، ودي نظرية تانية وهنتكلم فيها. في ناس تانية تقول لك حاجات كتير قوي. المهم بس اكتشف فعلا ان الانسان لما يلف عكس، يعني او يجري او يعمل اثليتيك او رياضة يلف حوالين تراك عكس عقارب الساعة هو اريح له بكتير. يعني هم بصوا على الاولمبيات مثلا القديمة لما كان قبل كده ممكن يلفوا مع عقارب الساعة،
لقوا ان الوقت اللي بيستهلكه الانسان عكس عقارب الساعة بيبقى اقل، وبيبقى الاجهاد بتاعه اقل، فلقوا ان هو اريح للانسان. تمام، ده قد يكون بسبب النظر، ممكن يكون بسبب يعني الاكتيفيتيز بتاع الفص الايمن والفص الايسر في المخ، مين اسهل ان هو يبص ازاي وهو بيجري، والمسؤول عن الحركه. ان يعني دايما انت معظم البني ادمين بيكتبوا بايدهم اليمين مش بايدهم الشمال. تمام، فالاريح بالنسبه للراجل الايمن ان هو يلف عكس عقارب الساعه، لكن اكشلي بالنسبه للراجل اللي بيستعمل ايده الشمال او الايسر زي ما بيقولوا باللغه العربيه، يفضل ان هو يطلع على السلالم بالعكس على فكره، مع اتجاه عقارب الساعه. فانا اعتقد ان هو تبعا للمركز الحركي. مش هتكلم كتير في الموضوع ده، بس ممكن حتى انا افتكرت دلوقتي، حتى لو رحت انت مثلا قلاع قديمه او كده، دايما تلاقي فيه سلم معكوس. السلم ده بيسموه سلم بتاع المحارب الاعسر، اللي هو اللي بيستخدم السيف بايده الشمال، لان هو لما اي حد بيخش له من الاتجاه ده بيبقى ليه الافضليه، لاننا متلخبطين في طلوع السلم ومتلخبطين في الحرب معاه وهو بيستخدم ايده الشمال. فاعتقد ان هو ده السبب، محدش يتفلسف اكتر من كده. طيب، دي حاجات اخدوها اوريدي في الرسم المعماري، او الرسم مش فاكر كانوا بيسموه الرسم المدني، ان number of joints بتساوي number of rises minus 1، اللي هو ايه، عدد النيمات اقل من عدد القايمه بواحد. تمام، فانت لو عديت هنا معايا مثلا، هنا 1 2 3 4 5 6، 6 قايمات. تعال نبص على الجوينتس، 1 2 3 4 5، 5 جوينتس بتساوي number of rises اللي هو 6 minus 1. تمام، تفرق معايا ايه؟ تفرق معايا في الحسابات بتاعتي وانا برسم البلانز وبرسم القطاع المعماري او الانشائي بتاع السلم. في ناس بتسمي اخر سلمه هنا، بيعتبر ان هي جوينج موجوده بس سلمه كدابه، يعني هي اكشلي موجوده في السلم بس مش باينه. تمام، في ناس بتعتبر كده. السلمه الكدابه دي هبينها لك كمان اثناء التنفيذ، بنعمل فيها حركه هعلمها لك بعد شويه، التشطيب وهكذا. فال number of rises بتساوي number of going plus 1. حلو، انت بالنسبه لك لما بيبقى عندك الرسمه المعماريه معروف المسافه من هنا لهنا، بتقدر تعرف نتيجه العرض عرض الجوينج تعرف عددها، او بالنسبه لارتفاع الدور بتعرف number of rises اللي انت محتاجه. فعاده بنحسب الرايز هايت، بنعتبره ارتفاع الدور على النمبر اوف رايز اللي انت قادر تحطها. يعني مثلا لو عندي ارتفاع الدور 3 متر مثلا، 3 متر وعايز اعمل الجوينج بتاعتي 0.15. حلو، فانا بتكلم ان انا عايز اعمل 20 درجه، يعني لو 3 متر على 0.15 يطلع لي 20 رايز. تمام، فبنعرف احنا محتاجين كام جوينج، محتاجين طول السلم ده قد ايه. طب لو ما عندي المسافه بتاعت الجوينج دي صغيره، المسافه دي بتاعت الجزء الافقي صغيره، هضطر ارفع من الدرج شويه، ارفع من الارتفاع واقلل من النمبر اوف رايزز وهكذا. يعني الكلام ده كله انت عملته قبل كده في الرسم. طيب، ليه المعماري دايما لو بصيت على الرسمه بتاعته تلاقيه بيرسم خط ودوتد؟ مش عارف حد فيكم شاف لوحه قبل كده ولا لا، خط ودوتد وهكذا، دايما يرسم السلم كده. لو حد فيكم شاف رسمه معماريه، لان دايما المعماري بيبص من فوق لتحت، ودايما المعماري مهتم بان هو يوريني شكل التشطيب. التشطيب بتاع السلم بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن رخام مثلا موزايكو او ايا كان، او سيراميك معين او ايا كان، بطلع بيه في حدود يعني ترطفه في حدود 4 سم. تمام، بتطلع ترطفه كده لبره في حدود 4 سم. تمام، وبعد كده يعني في ناس بيحطوها وناس لا، بيحطوا جزء هنا يا يعني رخام او موزايكو او ايا كان بسمك اصغر شويه في حدود 2 سم. تمام، وبنحط له منى بسيطه هنا. تمام، المهم فلما نيجي المعماري يبص من فوق لتحت، يبدا يشوف الحته اللي طالعه من السلم اللي بره ديت ويرسمها خط مستقيم. اما بالنسبه له الدرج نفسه او الجزء اللي هو انت شايفه ده، فيبان دوتد، فيبان الشكل بالطريقه اللي انت شايفها دي. تمام،
طيب احنا كنا قلنا ايه؟ هنا انا كاتب لك القايمه بسمك 3 سنتي، منها 2 سنتي رخام و1 سنتي مونه، ومن النايمه في حدود 5 سنتي اللي هي 4 سنتي رخام و1 مونه، وبنعمل الترطفه ال 4 سنتي. كل الحاجات دي صحيح معماريه، بس تفرق معايا بعد كده في الايه؟ في الاحمال بتاعتي. ماشي، زي ما انت شايف المعماري، بص كده يبان ستريت لاين هنا ويبان دي دوتد لاين. ماشي، فانت عندك دايما خط مستمر هو ترطفة النايمة، وخط منقط اللي هو القايمة نفسها. طب الإنشائي بقى يا باشا، الإنشائي أولا مش شايف تشطيبات خالص، يعني هو الإنشائي بالنسبة لي يهمه الخرسانة والتسليح. ماشي، فبالنسبة لي لما أجي أبص أنا شايف الخرسانة بس، فلما أجي أبص من تحت لفوق تمام هيبان لي كل الدرجات دي خط واحد بس دوتد، مش خطين، لان انا مش شايف لا رخام ولا شايف تشطيب. طيب يبان لي ايه تاني برضو كخط مستقيم؟ يبان لي الكسره ما بين الفلايت او القلبه وما بين الباستا او الصدف، يبان لي الخط ده خط ستريت. ماشي، طيب تعالى نبص على الكروس سيكشن كله والبلان كله. بالنسبه للرسمه المعماريه زي ما انت شايف، بيبص من فوق لتحت، فتبص هنا تلاقي خط خط نقط، لما تلاقي الشكل عامل كده تأكد ان ده الشكل المعماري بتاعي. للأسف في لوح كتير إنشائية بتطلع فيها خط تطدي، لأن هو بيبقى أخد الرسمة المعمارية وبعد كده بيبدأ يستخدمها يعمل لها الإنشائي بتاعها، فبينسى يشيل الخطوط المستقيمة دي. المهم، طب الإنشائي هيبص من تحت لفوق، هنبص عليه بعد شوية. تمام أهو، يبان لي الخط ده، النقطة دي تقاطع الخط المستقيم الأفقي مع الخط المائل، تبان خط مستقيم هنا السوليد لاين. تمام، اما كل الدرج ده كمني بص من تحت فانا مش شايفه، لكن هيبان لي كدوتد لاين. تمام، ده بالنسبه لي الاستراكشرال بلان بتاع السلالم. في تفصيله معينه في السلالم تعتمد على التشطيبات. دايما التشطيب بتاع المنسوب بتاع اللاندنج اللي هي موجوده في منسوب الدور بيبقى مثلا سيراميك، بيبقى ايا كان، بنحط فيه الاول بنحط رمله، وبعد كده بنحط مونه، وبنحط البلاط بتاعنا او الرخام. عاده بيبقى السمك ده في حدود 10 سم، يعني السمك اللي فوق التشطيب اللي فوق من هنا لغايه فوق في حدود 10 سم. اما الدرج فزي ما اتفقنا بنحط مونه رفيعه سنتي مثلا، نحط فيها الرخام مثلا في حدود 4 سم، فيبقى سمك التشطيب بتاع السلم في حدود 5 سم. طب انا دلوقتي ده منسوب هنا فوق 10 وده منسوب هنا 5، طب ازاي الاتنين يبقوا في نفس المنسوب؟ عادة بنعمل الحركة دي، بنعلي السلمة الأخرانية شوية صغيرين في حدود 5 سم اللي هو اللي انت شايفه ده، بحيث الرملة اللي هتبقى موجودة هنا تملأ الفراغ ما بين الاتنين، ويبقى الاتنين في نفس المنسوب. لازم الاتنين يبقى في نفس المنسوب. طب العكس بقى بيحصل تحت في الدرجة اللي تحت ما بين الباستا اللي تحت وما بين أول سلمة. انا بالنسبه لي هنا ده فيه رمله ومونه وبتاع سمكها 10 سنتي، وده فيه بس ايه 5 سنتي. فلو السلمه دي، لو السلمه دي مش كبيره في حدود 20 سنتي اللي هو الفرق ما بين ال 10 وال 5 سنتي، لو ما عوضناهاش في السلمه الاولانيه هيحصل ان اول سلمه تلاقيها قصيره، وده بيحصل في مباني كتير جدا، ان تلاقي اول سلمه تلاقيها قصيره شويه. لو هو عمال ما نفذهاش 20 سنتي نفذها 15، يجي يعمل التشطيب تلاقي اول سلمه قصيره، واخر سلمه تلاقيها عاليه. تمام، او تحس بالايه، بالفرق ما بين الاثنين دول. عشان كده يفضل في التنفيذ تعمل الحركه دي. لغايه دلوقتي احنا يعني الكلام ده كله ما عملناش فيه خرسانه، ما عملناش فيه ستراكشر انجينيرنج، ده جزء رسم، جزء تكنيشن تكنيكاليتي بالنسبه للتنفيذ وبالنسبه للرسم. طيب احنا بالنسبه لنا الاستراكشر سيستم بتاع البلاطه عباره عن ايه؟ مين اللي شايل بلاطه السلم ده؟ عاده بلاطات السلم بتبقى وان واي سلابس، بتبقى بلاطات يا اما افقيه او مايله مرتكزه على كمرات. فمثلا بالنسبه لي الجزء اللي انت شايفه ده، البلاطه دي بلاطه مايله، جزء مايل وبعد كده جزء افقي وبعد كده جزء افقي وبعد كده يرتكز على القمر. فما هو الا لو رسمتها كده هلاقي ان هو خط دي البلاطه بتاعتي. تمام، لو عايز ارسمها بدقه هي دي حته بلاطه افقيه، بلاطه مايله وبعد كده بلاطه افقيه.
ترتكز على مين؟ ترتكز على الكاميرا. يعني بالنسبة لي الركيزة بتاعتي هي الكاميرا، هنا ركيزة وهنا ركيزة. طب الركيزة دي هنجد ولا فيكسد؟ هل هي كونتينيوس ولا لا؟ يعتمد هل جنبي هنا، هل في هنا بلاطة؟ هل هنا في بلاطة ولا لا؟ لو ده منسوب الدور، يعني ده في الدور الأول، وده منسوب نصف الدور، يعني منسوب ما بين الأول والتاني، عادة بيبقى هنا مثلا هنا باب الشقة، خلينا نمسح الكلام ده. عادة بيبقى هنا كمعماري، هنا بيبقى باب الشقة أو هنا، فعادة هنا ممكن يكون في بلاطة، أو ممكن يكون هنا في بلاطة. هنا دي مش كونتينيوس معايا، لكن ديت لو هي موجودة هتخلي البلاطة دي كونتينيوس مع البلاطة اللي جنبها. طب هنا منسوب نص الدور، عادة ما بيبقاش في بلاطة يميني وشمالي، اكمن ايه؟ اكمن ده في نص الدور، مفيش اصلا سقف في نص الدور الا اذا كان في سلم عكسي في الاتجاه، يعني في الناحية التانية، ودي نص الدور، دي الحالة الوحيدة اللي بتبقى فيها ان هي بتبقى كونتينيوس من الاتجاه ده. بنفس المنطق بتاع البلاطات سواء افقية او مايلة، الكونتينيوس اللي هو في بلاطة يميني، او الهنجد لما يكون مفيش بلاطة يميني او شمالي. تمام، طب جميل جدا، دي اول حاجة. امتى يكون دي بلاطة؟ لما يكون بلاطة مثلا السلم هنا الدور وهنا كونتينيوس، تمام، يبقى هنا يبقى فيكسد. طب فرضا هنا في منوار منسوب الدور، خلاص يبقى هنجد 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 وهكذا. في حالة البحور الكبيرة بتاعت السائل، يعني لو مثلا المسافة ديت مثلا لتسي 8 متر 6 متر وهكذا، سمك البلاطة بتاعت السلم بتبقى كبيرة أوي. ففي الحالة دي بنعمل إيه؟ بنقلل السبان، بدل ما هو من الكاميرا دي للكاميرا دي، نروح حاطين كاميرا سكندري بيم بتتشال على الكاميرات ديت وديت، وتبدأ تشيل السلم. فيبقى الكروس سكشن لما تيجي تبص عليه هتلاقي هنا الكاميرا ب2 اللي هي ديت هنا منسوب نص الدور مثلا، كاميرا ب3 في منسوب الدور، وكاميرا ب1 في منسوب الدور. في الحالة دي بتبقى البلاطة ديت ايه؟ كونتينيوس، اكيد ان ده كونتينيوس في الناحية التانية. ماشي، عادة في البلاطات دي ممكن نشتغل بالثري مومنت ايكويشن، بالذات لو بحر قصير جنب بحر كبير، عشان نجيب العزوم الدقيقة بالنسبة للسلالم. بالنسبة للأبعاد بتاعت السلالم، طب ناخد سمك البلاطة قد إيه؟ في أي بلاطة سواء مائلة أو أفقية، إحنا كنا بنفترض الأول تي ديفليكشن عشان نعرف نحسب الأون ويت ونبدأ نحسب الأحمال كلها، تمام، وبعد كده نبدأ نعمل الديزاين بتاعنا. فإحنا هنفترض أبعاد السلم قد إيه؟ دي فيها خلاف ما بين الناس وبعضها. لو البلاطة وان واي سلاب زي ما كنا بنعمل في البلاطات الوان واي سلاب، بناخد السبان على 25 لو هي سيمبلي سبورتد، او على 28 لو هو كونتينوس من ناحية واحدة، او على 31 لو هو مستمر من ناحيتين، ولو هو كانتليفر تمام بنقسم على 10. نفس الكلام بالظبط، بس هو هنا ما قاليش السبان او كلير سبان اللي بناخده ده بناخده على المايل، هل هو الطول المايل ده، خلينا نعمل بس بوينتر، هل هو الطول الافقي زائد ده زائد ده، ولا الطول الافقي، ولا الطول المايل، ولا ايه بالظبط. تمام، ودي فيها خلاف شويه ما بين الناس، لكن نتيجه ان الاحمال زي ما هنشوف بعد شويه، الاحمال اصلا بتاعت السلم راسيه مينلي، فانا عن نفسي بفضل ان اخد دايما الطول الكلي الافقي اللي هو من هنا من هنا، اللي هو الكلير سبان ال ان، تمام، من وش الكاميرا لغايه وش الكاميرا تقريبا. في ناس بتاخدها سنتر تو سنتر، بس هو مينلي نسبه البحر خالص الى العمق الكلي، تمام، ده اللي موجود في الكود المصري. في طبعا زي ما انتم عارفين الكلام ده كله معمول لستيل 420 على 600، تمام. لو انت مش هتستخدم القيمه دي هتقسم القيم دي كلها، هتقسمها على ال 0.4 بلس اف فيلد على 700 لو الاف فيلد مش 420، وبتقرب سمك البلاطه الى 20 او 50 ملم. ده عادي، ده اللي استخدمناه في البلاطات. لكن هنا خد بالك ان في الجزء اللي فيه الدرج اللي هو الجزء اللي هو الفلايت بيبقى عندك سمك صغير وبيبقى فيه سمك كبير عند السلمه، لا احنا بنتكلم عن اصغر سمك العمودي على البلاطه ديت، هو ده السمك السكنس اوف سلام او سمك البلاطه، تمام، هو ده اقل سمك للقلب. تعال نبص على اكزامبل. لو عندك سلم مثلا على المايل طوله 5 متر، لو بنبص على المسقط الافقي بتاعه هنا 4 متر، والحديد بتاعي ستيل 400 على 600، وده غالبا اللي هتشتغل بيه في السوق في معظم الاوقات،
واللي دارج دلوقتي يا اما 400 على 600 يا اما 360 على 510. المهم فلو بصينا على الاي بي اي بتاعتها سي 0.4 بلس 400 على 700 تطلع لي 0.9714. تمام. فالكيس ديت هنقول التي ديفلكشن بتساوي منه سمبلي سمبل 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 يبقى 4000 اللي هو الطول الافقي على 25 عشان هو سمبلي سبورتد، وال 25 اتقسم على القيمه ديت اللي هي ناثينج اولموست على 25 هيطلع لي 155 ملم، نقربه لاقرب 20 او 50 ملم الاكبر، يبقى هنشتغل ب 160 ملم في حاله السلم ده. طب في حاله السلم ان هو جزء مايل وجزء افقي، طب الجزء المايل طوله 8 متر، ما يهمنيش، انا يهمني الجزء الافقي بتاعه، فانا هشوف مين اللي فيهم الاكبر سبان. مثلا ده 6 متر، سامبل كونتينوس من هنا وسامبل كونتينوس من هنا، خلاص يبقى مش هتفرق كتير، يبقى كيس 2 هتساوي 6000 على سامبل كونتينوس يبقى على 28، وكمان الستيل 400 على 600 هقسم على الابساي يطلع لي 208 اللي هو 220 ملم. تمام. طيب تعال نشوف اللودينج. اللودينج بالنسبه لي وده اكتر حاجه فيها اختلاف عن البلاطات اللي احنا اخدناها قبل كده، ان الجزء الافقي اللي هو البسطه او الصدفه بتاعتي، وفي جزء مايل اللي هو الفلايت او القلبه نفسها. تمام. ايه الاحمال اللي موجوده عندي في الجزء الافقي؟ عاده في الجزء الافقي ده بيبقى البلاطه الافقيه السوليد سلابس عادي، بعد كده موجود فوقيها رمله، بعد كده في مونه، بعد كده في سلم. تمام. عادة الكفر بيبقى موجود في المنطقه ديت بيبقى اكبر شويه، ليه؟ لان او الكفر في المكان ده بيبقى اعلى شويه عشان حاطنا السمك بتاع الكفر بيبقى حدود 10 سم. تمام. طب الحمل بتاعه ايه؟ زي اي بلاطه عاديه، دبليو التيميت ماكسيمم بيساوي 1.4 الاون ويت اللي هو السكنس اوف سلاب مضروب في الجاما ار سي زائد الدبليو كفر. تمام. بلس 1.2 الدبليو دايفر. طب الجزء المايل بقى، لا المايل ده فيه ليله كبيره. اول حاجه سمك البلاطه على المايل، سيكنس اوف سلاب ده موجود، الحمل ده بيتوزع صحيح هو جرافيتي لود يعني كله من فوق لتحت، يعني الحمل بتاعي راسي من فوق لتحت بس متوزع الطول المايل زي ما كنا بناخد في الاستراكشر لو حد فيكم فاكر. وفي الدرج بقى، يعني ده السمك بتاع البلاطه، في حتت بتزيد فيها السمك بتاع البلاطه اللي هي بتاعت الدرج. قال لك خلاص الدرج ده برده احمال راسيه صحيح وعلى شكل مثلث، فممكن نحول المثلث ده الى مستطيل قيمه ارتفاعه بتساوي نص الايه قاعده المثلث، يبقى ايه يعني لان الاريا بتساوي نص القاعده في الارتفاع نص في الار في الجي اللي هي بتاعت الجوينج، يبقى من الاخر كانك عملت نص في الار حولته لمستطيل. تمام. بس لو اخدت المستطيل ده جنب ده جنب ده كانك اخدت بلاطه افقيه ارتفاعها ار على 2، فحملها مينلي هيساوي الار على 2 في الجاما ار سي، هنتكلم في الموضوع ده بعد شويه. طيب فوق البلاطه ديت بنحط كفر المونه 1 سم زائد الرخام. لو اخدت بالك الرخامه دي زي جنب دي جنب دي لو رصيناهم جنب بعض تقريبا هنلاقيهم تقريبا ماشيه افقيه، يعني احمال من فوق لتحت برضو بس على الافقي مش على المايل، ده على الافقي ده على الافقي، لان انت لو رصيتهم جنب بعض هتلاقيهم نفس الحمل، اما ده فيعتبر على المايل. طب اللايف لود الاحمال الرئيسيه للبني ادمين دايما هو موجود على الافقي، ودايما بسميه هوريزونتال بروجكشن يعني عشان تفهم اتش بي هوريزونتال بروجكشن. تمام. ودايما هي حمل راسي. تمام. فبالنسبه لي الحاجه الوحيده اللي انا محتاج احولها الحمل على الافقي هو ده هو الاون ويت، هنتكلم الكلام ده بعد شويه تاني. تمام. فبالنسبه لي انا عايز احول الحمل اللي موجود على المايل ده عايز احوله للافقي، طب اعملها ازاي دي؟ الحاجه الوحيده اللي موجوده هو الاون ويت اللي هو الجاما ار سي في التي اس، بقسمه على كوزاين الثيتا. تمام. يديني الحمل تقريبا موزع على الافقي. ماشي. طب جيب الثيتا ازاي؟ هي بتساوي التان انفرس بتاع الار على الجي، عشان اجيب التان انفرس عشان اجيب الثيتا ديت هي التان انفرس بتاع الار على الجي. تمام. وعادة بتبقى في حدود 26.5 درجة لو هي 2:1. ماشي. المهم فالاون ويت في حالة الجزء بتاع الدرج اللي على المايل هتساوي الاون ويت بتاع التي اس في الجاما ار سي مقسوم على كوزين ثيتا، اما الدرج اما بقية الدرج اللي هو على شكل مثلثات ده هاخد المتوسط بتاعه الار على 2 في الجاما ار سي، ده
الاختلاف الأساسي اللي موجود في الجزء اللي على المايل. وبالتالي بالنسبة لي هنا الجزء اللي على الأفقي هيساوي 1/4 دي اس في الجمع ار سي زائد الفلور كفر زائد 1/10 لايف لود. خد بالك الفلور كفر هنا ممكن يكون مختلف عن الستيرز كفر زي ما هنشوف بعد شوية. ماشي، هنا بقى الجزء اللي على المايل 1/4 زائد الاون ويت، الاون ويت خد بالك مختلف شويه لان هو تي اس في الجاما ار سي على كوساين سيتا زائد الار على 2 في الجاما ار سي زائد، انا ما بحبش اسميها فلور كفر بس هسميها ستيرز كفر لان ممكن يكون رخام بكفر مختلف، زائد 1/16 الدبليو لايف لود اللي هو الحمل اللايف لود وده ثابت عاده في الافقي. طيب بعد ما بيعمل كده يعني ليك انك تحل مساله ستراكشر عاديه، انت حر عايز تحل مساله ستراكشر، معلش نقسمها كده مع بعض، عليها جزء افقي وجزء على المايل، عاده بيبقى الحمل اكبر شويه مني بقسم على كوزين سيتا، في احمال زياده اللي هي الدرج والكفر. تمام، ممكن احل مساله ستراكشر كده سهله مش حاجه صعبه، او ممكن اسهل على نفسي واحول ده الى مساله ابسط شويه فيها الحمل موزع بانتظام اسمه دبليو افريج. طب اعملها ازاي؟ بضرب كل حمل موزع في المسافه بتاعته يديني حمل مركز، الحمل ده في الحمل اللي هو الحمل اللي على المايل الانكلاين، تمام، مضروب في المسافه الانكلاين الافقيه الهوريزونتال بروجكشن بتاعها يديني حمل، وعنده في المسافه بتاعته يديني حمل، اجمع كلهم يديني الريزلتنت ريزلتال فورس، اقسمها على اللينس التوتال يطلع لي قيمه الدبليو افريج. دي المعادلة اللي موجودة قدامك هنا. ماشي، طيب دي جبتها ازاي؟ W average، نجيب البوينتر من تاني، هيبقى ال W average بتساوي ال W horizontal بتاعتي مضروبة في ال horizontal space سواء اللي على اليمين او على الشمال، زائد ال W بتاعت الانكلاين الحمل الموجود على الانكلاين مضروب في الانكلاين span بس على الافقي مقسوم على التوتال span، يطلع لي الحمل بالكيلو باسكال ابدا استخدمه في الحل بتاعي. تمام، طيب هناخد خلينا نبص على اكزامبل هنا. مثلا لو عندك بلان لستيرز، على فكره دي ستراكشر المفروض تبقى اكتر بس anyway. مديك الكلير ديستنس هنا من وش الكاميرا مديك 1.15، وهنا الستيرز فلايت ديستنس 3.6 متر، وهنا 1.15 مديك هنا من وش الكاميرا برضو 1.2، هنا الفانوس بتاع السلم او الفتحة اللي موجودة في السلم 0.6 متر، وهنا clear distance 1.20 متر، ومديك كل الكاميرات عرضها 20 سنتي. دي ازاي تقرا الرسمة؟ فمعنى كده ان من السنتر لاين انا هزود 0.1، يبقى من السنتر لاين انا عندي المسافة دي 1.25، من السنتر لاين هنا هزود 0.1 يبقى المسافه دي 1.3. anyway يقول لك if the floor height 3.6 meter steel 400 على 600 rise height 0.15 meter يعني 15 سنتي going width 30 سنتي. تمام، وبالتالي ال 10 ال ميل 2 لواحد، وبالتالي ال 10 inverse بتاعت الزاويه هتلاقيها بتساوي 0.15 على 0.3 هيطلع لك 26.5 تقريبا degrees. anyway هنا مديك حاجه كويسه، بيقول لك الفلور كفرنج مديها لك ب 2 كيلو نيوتن على متر سكوير، ومديك حاجه ثانيه اسمها ستيرز كفرنج 1 كيلو نيوتن متر سكوير، يعني الحمل الكفر اللي هنا مختلف عن الكفر اللي موجود في الباسطه والصف. تمام، why live load is equal to 3 كيلو نيوتن متر سكوير، ده ثابت على الكل. Calculate the average load on the stairs considering that slab thickness is not less than 250 millimeter. مش معنى ان هو قال لك ال slab thickness is not less than 250 millimeter معنى كده ان هي الصح ان هي 250، ممكن ال T deflection يطلع لك اكتر من 250 millimeter، ممكن تكون 260 280 ايا كان، فلازم نحسب برضو ال dimension او T deflection. خد بالك ال T deflection دايما بيتحسب بالclear distance. كلير ديستانس هنا عندنا من وش الكاميرا 1.15 3.16 1.15، ودي الافقيه زي ما اتفقنا هيطلع لك مسافه يطلع لك 5.9 متر،
يبقى تي ديفلكشن بتساوي كلير سبان على الفاكتور اللي موجود في التيبل اكمن هي سيمبلي سبورتد، هنقسم على 25 على الفاكتور عشان هي مش 420، يطلع لي 229 ملم يبقى 240 ملم. بس ما تنساش ان هو قال لك ما تقلش عن 250 ملم، تمام. طيب يبقى بالنسبه لي هاخد التي اس اكبر من او يساوي 250 ملم، زي نيوز ثيكنس اوف سلاب از 250، تمام. طب انا عايز الدايمنشن برضو من السنتر تو سنتر عشان ده اللي هحسب منه المومنت اللي موجود على البلاطه، فهزود نص عرض الكاميرا اللي هي 0.15 زائد 1.15 يبقى 1.25 زائد 3.6 زائد 1.25 يطلع لي 6.1 متر. نيجي لللودينج هنا، تمام. عندي لودينج في منطقه الهوريزونتال مختلف عن اللودينج في منطقه الانكلاين، تمام. بالنسبه لي سيكنس اوف سلاب زي ما اتفقنا طلعناها 0.25 يبقى 0.25 جاما ار سي يطلع لي الاون ويت زائد الكفر بتاع الفلورينج باتنين، ده مختلف عن الكفر اللي كان في الانكلاين، ده كله هضربه في 1.4 زائد 1.6 اللايف لود، شغال بوينتر انا اسف، اللايف لود 3 يطلع لي قيمة الحمل الموزع على الجزء الهوريزونتال 16.35 كيلو باسكال. طب بالنسبة للانكلاين، لا الانكلاين مختلف، الانكلاين فيه ثلاث أجزاء، أول حاجة اللي هو الجزء اللي على المايل اللي هو بتاع البلاطة نفسها وده اللي هقسمه على كوزين السيتا، وبعد كده الجزء بتاع الستيرز، بعد كده الكفر الرخام اللي موجود على الدرج، كل دولت هما الديد لود. فبالنسبة لي التي اس اللي هو 5.25 في الجاما ار سي هيتقسم على كوزاين السيتا، خبيها احسن، تمام، اللي هو الجزء الاولاني ده اللي هو بتاع الاون ويت العادي ده الجزء البلاطه ديت، تمام، زائد جزء الدرج اللي هو 0.15 اللي هو الار على الاثنين مضروب في الجاما ار سي، جبت الدرج كده، زائد الكفر بتاع الستيرز اللي هي 1 اللي انتهى لك، كل ده مضروب في 1.4 زائد 1.6 مضروبة في اللايف لود 3 يطلع لي 18.6 كيلو باسكال. عادة الحمل بتاع الانكلاين عادة بيطلع أكبر من الجزء بتاع الهوريزونتال لأن بقسم على الكوزاين سيتا فالحمل بيزيد، تمام، وبزود عليه 0.15 على 2 الار على 2 في الجاما ار سي فالحمل بيزيد، تمام، عادة الزيادة فيه بتبقى كبيرة. المهم عايز أحول الحمل ده إلى حمل افريج عشان يسهل على نفسي، فانا بضرب على فكره مش شرط تعمل الكلام ده كانجينير، انا بقول لك طريقه تسهل عليك وخلينا نشتغل كده في الامتحانات عشان نعرف نحل الامتحان بنفس الارقام دايما سبيشالي لو هو ام سي كيو وده احتمال كبير جدا. المهم 16.35 مضروبه في 1.5 خد بالك ده من السنتر تو سنتر، و 16.5 مضروبه في 1.5 زائد 18.6 مضروبه في 3.6 كل ده يديني الحمل المركز الحمل التوتالي، تمام، كحمل مركز هقسمه على التوتال سبان يطلع اللي هو 6.1 يطلع لي الحمل الموزع بانتظام طلع لي 17.68. انا عايز احسب بده العزم اللي موجود على الستيرز. طيب هنجيب ازاي العزم ده؟ خلينا نشتغل بطريقه الكود المصري، الطريقه السهله، لو انت عندك بلاطه سمبلي سبورتد هيبقى ده بالسكوير على 8 والعزوم الخارجيه على 24، لو هو سمبل كونتينوس تمام هيبقى دبليو سكوير على 8 النيجاتيف ودبليو سكوير على 10 البوزيتيف وال24 السمبل سبورت. طب لو عندي كونتينوس كونتينوس بالنسبه لي على ال12 على ال12 وعلى ال12، تمام، زي ما اخدت في الوان واي سلاب، تمام. طيب تعال نبص على الاكزامبل اللي فات ده، لو انا عندي الحمل 17.68 كيلو باسكال، تمام، عايز العزم اللي موجود بكل سهوله هو سمبلي سبورتد الاستراكشر سيستم بتاعي يبقى دبليو سكوير على 8 يبقى 17.68 مضروب في 6.1 سكوير اوفر 8 طلع لي 82.23 كيلو نيوتن متر. طب العزم النيجاتيف اللي عند الركائز ده العبيط دبليو سكوير على 24 اللي هو الثلث القيمه ديت، تمام، بس هنبدا ناخد الكلام ده نبدا نعمل له ديزاين، تمام، ازاي بنعمل الديزاين بتاع السلاب تايب؟ زي اي بلاطه في الدنيا، انا بالنسبه لي ببدا اعمل ديزاين للسمك عن طريق ان انا بقول اي من المعادلتين الدي مينيموم بتساوي الكي التيميت، معلش خط وحش، بجذر الام التيميت على الدي، او بستخدم المعادله العامه اللي هي ديت
في الحالة دي مينيمم سكوير ماشي. فالام التيمت في 10 6 بتساوي ار ماكسيمم في الاف سي على جامعة سي في البي في الدي سكوير. خد بالك احنا بنتكلم عن بلاطة وبالتالي البي بتاعتي 1000 ملم. خلينا نشغل البوينتر تاني. فبالنسبة لي ام التيمت في 10 6 بتساوي ار ماكسيمم في الاف سي على جامعة سي في البي في الدي سكوير. كل حاجة عندي معروفة، البي ب 1000، الاف سي بيديها لي دايما، الار ماكسيمم دايما بيديها لي تبع نوع الحديد، والام التيمت انا لسه جايبها دبليو سكوير على 8، كانت طلعت لي حاجة و80 على ما افتكر. تعويض مباشر يطلع لي الدبس. خد بالك الدبس ده بنزود عليه كفر 30 ملم اللي هو 30 ملم اللي هو السلاب كفر، يطلع لي سمك البلاطه. بس خد بالك ما ينفعش نقل عن التي ديفلكشن، فباخد الاكبر ما بين الاثنين وبقول هو ده السمك بتاع البلاطه، وبالتالي الدبس بيساوي السمك بتاع البلاطه اللي اخترته ناقص 30 ملم. مين فيهم اللي غالبا بيطلع اكبر؟ غالبا التي ديفلكشن بيطلع اكبر. طب معنى ان انت زودت التي اس معنى كده ان المعادله ديت لازم تتغير، الار ما بقتش هي الار ماكسيمم والدي مش هي الدي مينيمم، وبالتالي طالما انت غيرت السمك او الدبس هيتغير الار، فبنجيب الار الجديده. فالار هتساوي المومنت، المومنت اللي موجود على اف سي على جاما سي في البي في الدي سكوير، والدي هي الدي دبس الجديد، جبت الار هيبقى اقل من الار ماكسيمم. نعوض دي ساعات بيسموها الفا بتساوي الاي اوفر دي بتساوي 1 ناقص جذر 1 ناقص 3 ار، دي ما تقلش عن 0.1 تمام. بعد ما اخد ده اروح داخل في معادله الاريا ستيل، اكيد انتوا حافظين الكلام ده اوريدي. اريا ستيل بتساوي اما التيمت في 10 6 على الفي ده على 15 في الدي ماينس اي على 2، او ناس بتعملها في الدي في الواحد ناقص الاي اوفر دي على 2. المهم ما تعوضش هنا بالعزم تمام، جيب معادله ما بين الاريا ستيل والقيمه دي كلها الفاكتور، الفاكتور ده والام التيمت. بعد كده كل العزوم الموجودة عندي يعني عادة في السمبلي سبورتد يبقى مينلي دبل سكوير على 8 والدبل سكوير على 24، لكن ممكن يكون عندك كذا عزم بالذات لو هو كونتينيوس من كذا ناحية. فبعوض بكل العزوم واطلع كل الايه التسليح. خد بالك احنا ما زلنا بنتكلم عن تسليح بلاطة تمام. لما طالما قلنا ان هي تسليح بلاطة يبقى التسليح بتاعي ما يقلش عن 5 اسياخ فاي مثلا 10 في المتر ران تمام. برضو ما يقلش التسليح بتاعي لو انا بتكلم عن هاي تنسايل، وده غالبا يعني 0.15 على 100 في البي في الدي، سواء تسليح 400 على 600 420 حتى التسليح القديم 360 على 520. لو مايلد ستيل وده غالبا لا، هيبقى 0.25 على 100 في البي في الدي، وده غالبا الناس كانت بتستخدمه زمان، دلوقتي ما حدش بيعمل كده. لو انا عندي سمك البلاطه اكتر من 160 ملم زي المساله اللي فاتت، بنستعمل اريا ستيل داش اللي هو التسليح العلوي بتساوي 0.2 الاريا الستيل. يعني بعد ما بجيب الاريا ستيل بتاعتي بحط 0.2 من الاريا ستيل هو ده التسليح العلوي تمام. طيب تعال نبص على اكزامبل، نكمل الاكزامبل بتاعنا. طلع لنا المومنت 82 كيلو نيوتن متر، وطلع لنا العزم عند الركائز 27.4، يقول لك استخدم تسليح 360 على 520 والار ماكسيمم بتساوي بتاعتها طبعا 0.194. عاده دلوقتي ده مش موجود في الكود الجديد، دلوقتي عاده ده بيتساوي 400 او 420 المهم، ونوع خرسانه 25. خلاص اخش في المعادله، ام الت بتساوي الار ماكسيمم في اف سي على جاما سي في البي في الدي سكوير. تعويض مباشر على طول يطلع لي الدي مينيمم تمام. لازم اتاكد ان الدبس ده اسمه ده مين فيهم اكبر، ممكن اعملها بالطريقه اللي كنت بعملها من شويه، ان السكنس اوف سلاب ده زائد 30 ملم يطلع لي 189 ملم، ده اصغر من التي ديفليكشن يبقى هشتغل بالتي ديفليكشن، ناقص منه 30 ملم يطلع لي الدبس الجديد 220 ملم تمام. كده يبقى انت اخترت السمك بس لسه التسليح. فبنعمل ايه؟ بنجيب الار، بنستخدم المومنت الكبيره تمام، ونطلع الار، نجيب الاي اوفر دي طلع لي 0.1668 اكبر من 0.1، خلاص نشتغل بالقيمه ديت. الاريا سي بيساوي ام التيمت في 10 6 على الاف على 15 في الدي في الواحد ناقص الاي اوفر دي على 2. تعويض مباشر بكل حاجه معانا المومنت يطلع لي قيمه علاقه ما بين الاريا سي والام التيمت. انا عندي هنا 2 مومنتس بس، العزم دبليو سكوير على 8 ودبليو سكوير على 24. تعويض مباشر يطلع لي التسليح ده ويطلع لي التسليح ده، ما يقلش التسليح الاساسي عن 5 اسياخ في 10 في المتر، ولو انا مش هعمل تكسيح يفضل احط هنا على الاقل 5 في 10 في المتر. طب الاريا ستيل داش بتساوي 0.2 من الاريا ستيل، اضرب 0.2 في الاريا في الموم في سوري في الاريا ستيل يطلع لي 5
10 في المتر، وغالبا بيطلع كده. طيب رسم التسليح، رسم التسليح في تركة شوية لازم ناخد بالنا منها، ان انا عندي هنا بلاطة مايلة بتلتقي مع بلاطة افقية. مش متأكد اذا كنتوا اخدتوها مع الدكتور طارق عبيدو او في السكاشن. لما يكون عندك بلاطة افقية بتتلاقى مع البلاطة المايلة، بيبقى في عندنا يا اما closed joint يا اما open joint، يعتمد على العزم والتسليح اللي موجود. لو انا عندي عزم مثلا let's say closed joint، دي هفهمها لك دلوقتي. لو عندي عزم positive زي الحالة بتاعتنا اللي كانت من شوية، عزم دبليو سكوير على 8، وانا عندي جزء افقي بيتلاقى مع جزء راسي، فبالنسبة لي عزم positive يعني الشد موجود تحت، يبقى التسليح كله هيبقى تحت، صح؟ لما يبقى التسليح كده بالطريقة دي، لما اجي اشد السيخ يمين وشمال، بيبقى الريزلتنت فورس بتضغط على القطاع الكبير بتاع الخرسانة الدبس كله. ففي الحالة دي الحديد بيبقى بيقاومه جزء كبير من الخرسانة. تعال نشوف نفس الحالة ديت لو كان الالتقاء في حاجة زي كده. لو بصينا هنا هنلاقي المومنت بوزيتيف بوزيتيف، بس الميل عكسي. لو حطيت التسليح سفلي اهو، لان الشد تحت، وشديت السيخ ده وشديت السيخ ده، الريزلتنت فورس هتبقى بتضغط على الكفر اللي هو اقل من 30 ملم، وبالتالي الخرسانة هنا تنهار. الخرسانة هنا مش تنهار، الكفر بينهار، بيتشال من قدام السيخ، لان السيخ ده بيحاول يزق الكفر، والكفر ضعيف يروح موقع الكفر، تلاقي الخرسانة بتقع. والحديد يحصل له ايه؟ الحديد تلاقيه كده، خليني ارسمه لك. الحديد تلاقيه طالع كده. طب الحديد ده دلوقتي مش مشدود، يعني الحديد ده مرخي. هل خيط مرخي بيديك اي قوة تنشن؟ لا. وبالتالي المشكلة ان ده فجأة ما بقاش قادر يشيل شد. فجأة الايه الاستطالة اللي نتجت من السيخ اللي بتديني شد راحت، وبالتالي القطاع ده ممكن يقع، يتكسر كده نصين ويبدأ يقع، تمام؟ عشان كده ما ينفعش، دي بنسميها open joint، ما ينفعش نحط تسليح بتاعنا كده. وهوريكم ازاي ايه اللي هيحصل لو حصل عملت حاجة زي كده، غلطة زي كده. طب لو عندي العزم نيجاتيف، عزم نيجاتيف عند الجوينت ديت، تمام، يبقى الشد فوق، شد فوق، يبقى التسليح فوق، الريزلتنت بتضغط على الخرسانة، صح؟ يبقى مش هيحصل لها اي انهيار، مفيش مشكلة في الكلوز جوينت دي. طب لو هي العكس، لو العزم النيجاتيف كده والشد فوق، بس الكسرة بتبقى عاملة كده، هتلاقي ان الريزلتنت فورس نتيجة للشد ده وده، يبقى المحصلة جاية كده، هتكسر الكفر، والسيخ ده يبدأ يعمل كده، يبدأ يعني يبقى عامل كده وينهار الكفر اللي هنا. وبالتالي ده جوينت مش مستحب ان احنا نشتغل بيها، تمام؟ دي بنسميها الاوبن جوينت. طيب انا دلوقتي خلينا نبص ازاي ارسم الكلام ده بسهولة من غير ما افكر في الكلوز جوينت والاوبن جوينت. من الاخر، وانا بشد في الكلوز جوينت، لو انا التسليح بتاعي اللي محتاجه علوي مثلا، لان الشد فوق، هل بحط السيخ، لو لقيته ان هو ما ينفعش امده على استقامته لازم الف، يبقى هو ده كلوز جوينت. خلينا نعملها بالبوينتر، حاجه زي كده. انا عايز امد ده على استقامته، انا محتاج تسليح علوي، محتاج امده على استقامته، هيطلع بره القطاع، خلاص لف ودخله كده، ده كلوز جوينت. نفس الكلام هنا، لو انا محتاج حديد سفلي اجي ما ينفعش امده على استقامته، الف وامشيه كده. نفس الكلام هنا، لو محتاج حديد علوي نفس الكلام. طب ايه الكلوز الاوبن جوينت بقى، الحل بتاعها ايه؟ الحل حاجه كده، لو انا محتاج حديد سفلي، لو انا لفيته كده هينهار الخرسانه. طب اعمل ايه؟ ادفن السيخ جوه الخرسانه بطول رباط ال دي، اللي هو 60 مره قطر السيخ، او اولموست 60 مره قطر السيخ تبع نوع الحديد والخرسانه، تمام؟ والسيخ التاني نفس الكلام، ادفنه جوه الخرسانه بطول رباط ال دي، تمام. طب ايه الفيده، ايه الميزه في كده؟ ان لما بعمل شد كده الشد بيروح للخرسانه، وما اعمل شد كده بيروح عن طريق البوند في الخرسانه، ما بيعمليش المشكله ان هو ينهار القطاع الخرساني هنا. نفس الكلام لو انا حديد علوي، تعال نشوف ازاي باي سنس، يعني حتى يعني اي حد ممكن يعمله، ان انا لو مديت السيخ على استقامته وكمل معايا جوه القطاع، اروح مديله ال دي.
لو مديت السيخ على استقامته ومكمل جوه القطاع اديله جوه القطاع ال دي. يعني مش محتاجه ذكاء قوي تقعد تفكر اذا كان اوبن جوينت ولا كلوز جوينت. لو انا محتاج هنا حديد علوي ومده على استقامته دخل جوه القطاع اديله ال دي جوه، اديله ال دي جوه، هو ده اوبن جوينت. ماشي، لو محتاج هنا تسليح علوي اديله ال دي وده ال دي. يعني ايه ال دي؟ هو طول السيخ اللي احنا محتاجين ندفنه جوه الخرسانه عشان يقدر يشيل شد يوصل السيخ ده لليلد ستريس. تمام، ده مفهوم ال ال دي، وعاده بناخده 60 مره قطر السيخ. طيب عند الركايز هل دي واصله كلوزد ولا ماستر جوينت؟ لو هو حديد سفلي انا مش محتاج امد السيخ، ده هو انا هنا الحديد السفلي بينتهي هنا، العزم البوستيف عند الركيزه، العزم عند الركيزه البوستيف بيساوي تقريبا اولموست زيرو، فانا مش محتاج اديله طول رباط لان بوقف السيخ عند الركائز. دايما الحديد السفلي يقف عند الركائز، اديله مسافه صغيره يمين وشمال، مسافه تقريبا اولموست ال اي، تمام، اللي هو الدبس او 10 مرات قطر السيخ زائد 0.3 دي او 0.7 دي زائد 0.3 دي وهكذا. المهم نفس الكلام هنا في كل الحاجات دي عند ركيزة، سواء ركيزه خارجيه او ركيزه داخليه. طيب احنا بنقول بنتكلم عن سلم، فالسلم ده بيبقى ليه تسليح، تمام، وعلى فكره ده مش ده دارج في مصر وفي الخليج العربي، لكن مش دارج الموضوع ده في بره مصر، وهنتكلم عنه ليه. الدرج ده عشان ابدا ما يتكسرش، الدرج ده لما احط عليه الحمل ما يتكسرش في الشير، تمام، بعمل ايه؟ ببدا احط تسليح زي ما انت شايفه كده، كل درجة أعمله تسليح كده، كل درجة أعمل تسليح كان، حاجة عاملة زي الكانة. الكانة ديت على شكل زي ما أنت شايفها كده، على شكل رجل ال. طب أنا لو حطيت ال ال دي أثناء التنفيذ ال ال دي هتقع، طب إزاي أثبتها في بعضها؟ بحط السياخ ماشية أفقية كده، خلينا أرسمها، سيخ ماشي كده، وبعد كده الكانة التانية تبدأ تمسك فيه، الكانة التالتة تبدأ تمسك فيه وهكذا. وعند نهاية الرجل، عند نهاية الرجل بحط سيخ تاني، عند نهاية الرجل ده بحط سيخ تاني وهكذا. طب هنا الكنة ديت جاية مع الكنة دي، مكان الالتقاء بحط فيه سيخ، اللي هو السيخ اللي انت شايفه ده، في كنة تانية هتيجي هنا فبمسكهم بالسيخ ده، المكان الالتقاء بتاعه. دي عادة تسليح تيبيكال بيبقى موجود دايما في الاستيرس. ماشي، طيب لو اخدت بالك هنا، لو سمك البلاطه ديت اكتر من 160 ملم، اتفقنا ان احنا والتسليح ده مثلا سفلي محتاج احط اريا ستيل داش علوي. قال لك لا، في حاله ان انت حطيت تسليح السلالم مش محتاج تحط اريا ستيل داش اللي هي 0.2 الاريا ستيل، هفهمك قصدي ايه بعد شويه، تمام. بس دايما التيبيكال تسليح التيبيكال اللي احنا شايفينه ان احنا بنحط كانه يفضل تكون فاي 8 عشان يبقى سهله في التشكيل بتاعها، تمام، مايلد ستيل، وبعد كده بحط هنا تسليح يا سيخ فاي 8 يا سيخ فاي 10، بحط هنا سيخ فاي 8 او سيخ فاي 10 لو انت عايز تستخدم هايت انسايد، او سيخ فاي 8 او سيخ فاي 10، تبدا تعمل التسليح بتاعك كله. ده اضافه الى التسليح اللي موجود اصلا، تسليح سفلي. ماشي، طيب لو انا عملت غلط وعملت واصله اوبن جوينت سلحتها بالطريقه اللي انت شايفها دي، بص اللي هيحصل، بمجرد ما الشد بيحصل او حتى الويت بتاع السلم نفسه ممكن ياخد السلم زي ما انت شايف وينزل بيه، لان الكفر بتاع الخرسانه مش هيقدر يستحمل زي ما اتفقنا. لازم، عشان كده زي ما انت شايف لازم اعملها اوبن جوينت، لازم احط تسليح ده جوه وادفنه جوه الخرسانه فوق، فما كانش هيحصل اللي انت شايفه ده، واجيب التسليح السفلي ده اطلعه فوق واديله ال دي بالطريقه دي. شايف دي غلطه زي ما انت شايفها، بص الانهيار بقى عامل ازاي. ده مثال من الطبيعه، لو حد غلط وعمل الاوبن جوينت عملها التسليح بالطريقه دي. طيب شكل التسليح بتاع الستيرز هيبقى عامل ازاي في الايزومتريك؟ زي ما انت شايف ادي تسليح الدرجه اهو، سواء لو انت تحطه في 8 او تحطه في 10 انت حر. ماشي، المهم والاسياخ الفاي 10 هي اللي بتمسك الدرج ده، بتبدا تمسك الدرج زي ما انت شايفه اللي هي الزرقاء والسوداء، تبدا تمسك الاسياخ. لكن التسليح الاساسي بتاعي هو الاحمر، هو ده اللي ماشي مع السلم، منه وان واي سلاب بس متشال فوق ومتشال تحت في الدور وفي نص الدور او ايا كان، تمام. طيب الفيديو ده مش عارف صوته عالي ولا لا، لو
عرفت اتكلم معاه كلمت، ما مش عارف هتسمعوني ولا لا، فانا هشغله دلوقتي عشان تصليح سلم اللي عندي. التسليح لان طبعا في 1 2 3 بس لكن في اتجاه واحد المهم. هنا كان في فيديو برضو لقيته اونلاين للبشمهندس ده، اعتقد ان هو يمني، كان بيتكلم برضو عن التسليح بيتعمل ازاي وهكذا. مش هنطول قوي في الفيديو، بس ممكن يديك انديكيشن كويس للتسليح في العالم العربي وفي العالم الذي يوضع في الدرج بالسلالم. الصوت مش باين قوي. التي يكون فيها كسرة او عندما الشاحن بعيد عن
هو هنا الفلايت مع الجزء الأخر. فالتسليح هنا سخن، فالتسليح ده لازم يتعمل فيه اوبن جوينت. هو جاب التسليح ده وطلعه فوق بقى عندي، والتسليح السفلي ده السفلي بقى عندي، تمام. فالفكره ديت لازم تعمل فيها اوبن جوينت، والا هينهار الفيديو زي ما انت شفت قبل كده، تمام. يعني مش معنديش وقت ابص على الفيديو كله، كنت اتمنى ان اعرضه لكم في المستقبل. هنا زي ما انت شايف، عشان اما اجي اصب الخرسانه هعمل الدرج ازاي؟ لو صبيت الخرسانه هيبدا الخرسانه تقع من مكان لمكان تاني، فلازم اعمل الدرج اللي اعمل الخشب ده عشان يوقف الخرسانه، وابدا اعمل السمك بتاع الخرسانه بتاعي. هنا زي ما شايف بيحطوا داسات الدرج، بيحط الكنان بتاعته، الكنان بتاعت الدرج دي بتبقى صعبه شويه في ان انت تحطها، خاصه لو شوف عامل كيف شكلها. بس انت عامل حاطط كيف شكلها، بس حط كمان فوق كيف شكلها. احنا مش محتاجين نعمل هذه، جهزوها وبعدين نجيبوها هنا يركبوها. طبعا هو بيعمل الكنان بتاعته بره وبعد كده يبدا يركبها. شوف ايوه، ولازم تعمل حسابك كويس قوي. انت لما تيجي تركبها لازم في كونكريت كفر، في كونكريت كفر الشمس، شوف وريني، والا الحديد ده ايوه. يا سلام، ارجع كمان شويه، الدنيا كلها شمس. ايوه، وهاي تنسايل بنعمل الجنش بالطريقه دي. طيب وريني كيف تركبها، يقف لو ماي ستيل، بنبدا نعمل الجنش هيجيك من هنا اللي هو اللي عامل حرف يو، تمام. طبعا زي ما انتم شايفين كميه حديد رهيبه موجوده في السلم ده، يعني زياده شويه. هو عامل يعني عامل تسليح علوي ملوش لازمه يا راجل. ما هو التسليح بتاع السلم شغال معاك ليه، بتعمل ايوه ممتاز. لازم تاخد بالك اعطيها طبعا غطاء خرسانه هنا، صح؟ كم تترك لها؟ ما ينفعش، لازم تبعد هنا. ليش؟ عشان يحصل غطاء خرسانه، صح؟ بين الايه؟ الكان، عشان تعرف يبقى في كونكريت كفر في المكان ده، الخرسانه تبقى موجوده فوق الايه السلم. والسيخ هذا عشان يربطها ولا ايش؟ عشان تتكي عليه، ترتبط عليه. تمام، اتمنى اكون فدتكم بالفيديو ده واستفدتوا منه ان شاء الله.
طيب انا لو عندي بلاطه مايله، لو عندي بلاطه مايله مش سلم، هيبقى عندي تسليح ايه؟ ستيل داش فوق اللي انت شايفه ده لو السمك بتاعي اكبر من 150 160 ملم. لكن في حاله الدرج انا مش محتاج التسليح ده، تمام، او بلاطه حتى مش مايله، مش شرط بلاطه افقيه، بحط اريا ستيل داش. لكن في حاله السلم انا مش محتاج، لو عندي السمك اكبر من 160 ملم ما انا عندي تسليح هنا طوالي هيمنع الشرينكج اللي بيحصل في الخرسانه، وعندي كمان تسليح ماشي اللي هو بيمسك الدرج. فعشان كده زي ما قلت لك الفيديو بتاع الباشمهندس اللي موجود من شويه مش فاكر اسمه ايه، حاطط تسليح كتير ملوش لازمه، تسليح كتير في الاتجاه ده كمان اضافه الى تسليح السلم، ففلوس كتير ملهاش لازمه. طيب ان شاء الله خلي برضو باشمهندسين يعملوا لكم فيديو ازاي ترسم التسليح بتاع السلم. بس انا اللي يهمني في التسليح بتاع السلم، انا عندي هنا سيمبلي سبورت كمر بلاطه سيمبلي سبورت، فالتسليح السفلي بتاعي جاي كده وبيمشي صح. وبعد كده بص انا لا انا هنا انا مشيت، لو كنت مديت على استقامتي كنت طلعت بره، لكن انا لفيت ودخلت جوه القطاع، فدي بنسميها كلوز جوينت. انا محتاج تسليح سفلي، محتاج تسليح سفلي، جيت هنا ومديت على استقامته لقيت نفسي بخش جوه الخرسانه، اروح مديله ال دي. نفس الكلام الجزء السفلي ده، عشان لازم الحته دي ما ينفعش نسيبها فاضيه، لازم الجزء السفلي ده يمتد على استقامته ونديله ال دي. هنا يبقى انا غطيت كل التسليح السفلي. ليه؟ لان العزم بين العزم هنا اساسا عزم بوزيتيف دبليو سكوير على 8، ده نفس الاكزامبل اللي احنا كنا بنحسبه من شويه. اما عند الركائز ففي العزم بالنسبه لي دبليو سكوير على 24، وبيبقى محتاج سبع البحر تقريبا من وش ركيزه 0.15 على الان اولموست، فبمده برده بديله طول رباط ال دي عند جوه الركيزه، ومده 0.15 بعد الكاميرا 0.15 ال ان. طب بحط التسليح ده كام؟ حسب الديزاين بتاعي ده بسكوير 24 طلع لي 5 في 10. اما التسليح الاساسي هنا كان محتاج لو تفتكر 8 في 18، فالتسليح ده كمان 8 في 18، التسليح ده وده. سمك البلاطه طلع لنا 0.5، معرفش انا عنده 0.2 ليه، هل هي نفس المساله ولا لا مش فاكر بالظبط بصراحه. بعمل سمك البلاطه هنا وببين سمك البلاطه، ممكن ابينه هنا وما ابينه هنا للراجل اللي هينفذ، تمام. طيب الدرج ممكن مش شرط ارسم كل تسليح الدرج، لو خدت بالك انا ما رسمتش الجزء ده، انا ممكن ارسم واحده واثنين وثلاثه وابين التسليح التيبيكال بتاعها اللي هي النقطه ديت والنقطه ديت وديت وديت وهكذا. طبعا التسليح الاريا ستيل داش لو اخدت بالك اللي هو العمودي عليا اللي هو ده 5 في 10، لو انا في المكان ده استخدمت التسليح اللي هو في اخر الكنات اللي في اخر الكنات وطلع هو كفايه بالنسبه لي، مش محتاج احط البوينت 2 الاريا ستيل في المكان ده عشان ما تبقاش مكلكع زي ما انا عامل في المكان ده. او بوينت 2 الاريا ستيل وبوينت 2 الاريا ستيل احطه فوق وتحت، وده غالبا بيبقى حدود 5 في 10 برميتر، تمام. وهنا ده التسليح برده دبليو سكوير 24 لازم يمتد 0.15 ال ان زي ما انت شايف، وبيتخش جوه ال دي. ده الكروس سكشن بتاع التسليح، وده غالبا اللي بنحتاجه في تسليح السلالم اكتر. في البلان بنرسم ساعات التسليح بتاعي على المايل على البلان مبينه زي ما الباشمهندسين ان شاء الله يقولوا لكم في السكشن. ان شاء الله هنزل لكم فيديو تاني بيتكلم عن السلالم ذات الثلاث قلبات، بس انا هكتفي كده في المحاضره المره دي. شكرا جزيلا.